امبارح كان في خبر من الاخبار يعني الحزينه بسبب وفاه الفنانه عايده عبد العزيز اللي هيتم تشييع جنازتها النهارده بعد صلاه الجمعه من مسجد الشرطه بالشيخ زايد. الراحله توفت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 92 عام، وتركت بصمه مع جمهورها وقدمت عدد من الاعمال السينمائيه المهمه زي النمر والانثى وحائط البطولات مع الزعيم عادل امام طبعا، وعفاريت الاسفلت وفجر فجر الاسلام وخرج ولم يعد، ويمكن كان من الاحاديث اللي ليها المؤثره ان هي قالت في احد البرامج التلفزيونيه ان هي بتعاني من الوحده الشديده بعد ذهاب ابنائها او هجرتهم الى المانيا وامريكا، وكانت 2018 هي مرحله 2013 مرحله فاصله في حياتها بعد وفاه يعني حب عمرها الفنان احمد عبد الحليم، وابتعدت بعدها عن التمثيل لفتره طويله حتى اقنعها يحيى الفخراني مرة تانية في مشاركته في مسلسل دهشة، حتى يعني بعدها ابتعدت تاني عن التمثيل حتى وفاتها المنية أمس. يعني رحم الله الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز وألهم ذويها الصبر والسلوان. زغلول، ايه رأيك بقى في الفستان دي؟ اهو الفستان دي اللي هحضر بيه ليلة فرح. ايه يا حبيبي، بتعرف تضرب على الفين؟ طبعا شاطر قوي. برافو. قلت ايه يا والي، بقى انا عمال اطلب من ربنا وادعي لك انك تبقى طبيب قد الدنيا ولا محامي مشهور، تقول لي تبقى لعيب كوره. ايه يعني انا اللي طلعت غلطانه؟ طب يا اخوي حقك عليا، اجري اجري وراها صالحه، صالحه لا تغضب منك وتزعل منك. من ساعه ما شربت القهوه الصبح وانا حيشالك الفنجان، عايزك تشوفي لي في ايه النهارده. معاكي الطاقه